كاب اف ام الكلمه ليك هيدلاينز السبعة واربعتاشر دقيقة على كابا فام. صباح النور الجميع، مرحبا بكم في كابوتشينو على كابا فام، مقيد لهيدلاينز واستعراض لأبرز مسار خلال 24 ساعة في تونس وفي العالم. البداية سفيان فرحات تكون بتصريح رئيس حركة النهضة راشل غنوشي اللي بعد لقائه البارح بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي قال بأنه إلى حد الآن لم يتم التوافق حول رئيس الحكومة المقبلة، وأكد رئيس الحركة قرب التواصل لتسوية بخصوص تعديلات نظام الداخلي للمجلس الوطنية التأسيسي، واتهم المحكمة الإدارية بتعطيل تشكيل هيئة الانتخابات وتعطيل المسار الانتخابي حسب ما قال راشل الغنوشي. وكيف كيف الغنوشي أضاف بأنه زيارته الجزائر الأخرانية كانت ضمن استدعاء ليه تم منها طرف حركة النهضة الجزائرية، وقال بأنه لا توجد وساطة جزائرية لحل حالة الأزمة اليوم، نافيا بذلك كل الأخبار اللي راجت حول أنه طرف الجزائري يكون ضمان اليوم لحركة النهضة عند خروجها من الحكم. يمكن ينفي هذه كما علاش ماشي قابل بوتفليقة معناها هو والبيجي قاعد سبسي وقبل مشى هو والبيجي قاعد سبسي والجارية الجزائرية قاعدة تقول شنو الدولة يلعب فيه بوتفليقة في الوضع في تونس كما نقولوا حال الوضع في تونس. أنا نرأي أنه ساعة المسألة هذه من تروحوها معناها بقطع نظر على شقيقة الجزائر ولا ليبيا ولا غيره، القرار الوطني يجب يكون وطني قبل كل شيء، وهذا مرة تلقاه في فرنسا ومرة تلقاه في الجزائر، غادي يمشي يعملوا علاه ما يعملوش لقاء في لاهور ولا في باكستان ولا تونكنوجي سام نعملوها في اديس ابابا، معاش علاش ولا في جنيف غدوه. يعني بكل صراحه كاين احنا في حرب اهليه وكاين ثم زوج اطراف ومصالحه كيما الكوت ديفوار هكا العام مقسومه زوج، هما يعملوا هكا على الاقل يصالحوا الشعب التونسي ويقولوا كلام كي هكا مش معقول، يعني باش تخفى على التوانسه ما علاش يوريو فيك متصور بحث بوتفليقه وبعث تقبل شكون من لي كونسيي اللي ولا كونسيي نتاعك توا وقرب منكم شي حالك اثنية غاديك كيف كل بغي قاعد سبسي، يعني لازم تطرح القضية بكل صراحة. بكل صراحة تونس معروفة بأنها عندها سيادة الموقف الوطني متاعها، وحتى في العلاقات المغاربية أنترا مغاربية يعني داخل البيت المغاربي تونس كانت دائما صوت كامل، يعني الدبلوماسية متاعنا ما تنساش عندنا دبلوماسية قوية، احنا من أول الدنيا ودخلنا في صراع مع الفرنسيس وقت خرجنا من زون فرون، وقت ضربونا في ساقل سيدي يوسف، وقت ضربونا في الميدا، وقت ضربونا في بنزرت، وكان عندنا سيمون جسيم الله يرحمه، كان ممكن أن المونجي سليم يكون معناها أمين عام الأمم المتحدة داك هامرشل، ومن بعد جاونا وزراء خارجية باهين معناها الباجي قايد سبزي كان وزير خارجية باهي وقف وقفة هايلة عام 85 في قضية حمام الشط وبهذل بحال نتنياهو سيد حبيب بن يحيى اللي تو من عام الاتحاد المغاربي كان وزير خارجيه باهي سي كمان مرجان المناسي وشي مرجان كانوا عندنا دبلوماسيين افذاذ معناها مش حاجه وجنوب جنوبلي معناها ثم ياسر اخرين، يعني بكل صراحه اليوم تحس وانه دبلوماسيه ما ثماش، رئيس الجمهوريه مره يمشي هنا مره يمشي غادي ما تعرفش المشيت نتاعو الوبي الان عقليه ما عدا نجم نقولوا انه عندنا رئيس اون بيربيتويل اسكال في تونس ديما عامل اسكال في البلاد اما ديما او في الخارج، علاقاتها مع الاوروبيين مشومه، علاقاتها مع الامريكان كيف امريكا باغ اكزومبل تاخو السفاره نتاعنا قعد قداش مده بلا سفير ومن بعد سفير مازال كيتسمى نحاه بعد اشهر توا سفير سموه هنارين عادوا خرج لانتري واشنطن هنا احنا ثاني بلد عربي ربط علاقات دبلوماسيه مع الولايات المتحده الامريكيه واحنا معناها مصالحنا الاستراتيجيه في واشنطن معناها عندها قيمه كبيره. انا كنت نهار قابلت واحد من كندا حب يعرف الوضع في تونس تلاقى مع بعض شخصيات والصحفيين وغيره، كندا يعتبر اليوم تونس في الديسبوزيتيف استراتيجيك نتاع قراءة المنطقة خاصة بعد الثورة اللي قمنا بها. دونك اليوم نراو انه بربي كي يضعف انسان تو تصور انسان يمرض مثال ومن بعد شو يعمل؟ يمشي يجيب الدم يقول ولده برا شري لي دم عرفتها كدم ولا كدم ويبدا يكسر في الحيوط نتاع داره يمرض هو على الاقل، احنا الطبقه السياسيه مريضه وشاد الدم وتحب تكسر لاميزون تونيزي البيت التونسي مش معقول. تشوف انت تقرا مثال الفونس روسو فرنساوي كتب لي زانال تونيزيان خرج عام 1850 ولا 56 يلزم نقراوه، تشوف معناها وقت اللي كان ثم اللغه الفرنكويه الفرنكو عربي نتكلموا بها احنا، تشوف وقت الحسين بن علي وقت كيفاش كانت الدبلوماسيه التونسيه وتشوف العلاقات اللي عندنا، والفونس روسو يحط معناها الاتفاقيات اللي موجوده بين الدول الغربيه خاصه من عام 1270 كانت عندنا مع جنوا ومع بيزا
مع البرتغيز ومع الهولنديين ومع غيره، وتشوف الموقف التونسي كيفاه كان يراوح بين الفرنسيس والامريكان وكذلك تونس. ليبيا قصفتها امريكا عام 1804، تونس اعلنت الحرب على الامريكان وحمود باشا بعث معناها اساطيله وشد الامريكان وباعهم في البركه تقولي 7 و16 كوم دو بوتان دو غير، ومن بعد بعث ناس ومشاو ربطوا علاقات من جديد ورجعوا الامور. معناها تونس بلاد كان عندها ديما حضور كبير. اذا كنتم طبقه سياسيه ضعيفه ما تعرفوش بالبلاد، وكاو البلاد ارقى منكم، شكونكم انتم؟ شنو هي اساميكم؟ اساميكم مش كبيره، تبقى تونس. وتونس شكون اسامي تبقى فيها؟ يبقى فيها اسم يغطى البربري، بقى فيها اسم حنبعل، بقى فيها اسم حسين بن علي، قسم الدغباجي، بقى فيها اسم بورقيبه، بخاسم فيها البوعزيزي، اما بقاوش الاسامي هذه. علاش؟ على خاطر داخلين الباب من باب غدر، باب غدر، ولا من باب اكل الشعب التونسي عنده كلمه حلوه يقول لك فلان يتزوحل. يتزحل. مازال ما عندوش تزحيل. اي يحيط الحيط ماشي هكا. برشا يتزوحلوا. اي يتزوحلوا، معناها عنده ديزانتيري بارتيكولي. تونس ارقى، وهذا بيت كبير وهذا واد مقدس، ويلزم انا نطلب من الكل. يا اخي مشيت انت قابلت بوتفليقه، اجا في المطار اعمل كونفرنس دو بريس. قول مشينا، قلنا هكا مش تقول لا راني مشيت باش نقول له على السلامه باش نحوالك سيدي الرئيس لاباس باش تترشح الولايه الرابعه بارك الله فيك لنا احنا جيران. قول ولا اسكت. نغات با اون اوكازيون دو توتال. ما تضحك على الذقون، احنا شعب عريق. واحنا شعب معناها التوانسه عندنا دي كونتوار ماريتيم اوتيك، عاصمه عام 1100 قبل الميلاد. اوتيكا كانت عاصمه. قرطاج كان المول نتاعها، البرج نتاع قرطاج يبدا من حلق الواد حتى الاوتيك 40 كيلومتر. زوز ملايين كانوا يسكنوا في قرطاج. معناها كانت بلاد رائعه، كانوا عندهم الماء سخون وقت قرطاج تحل، معناها لافيا قرطاج تحل سباله تلقى الماء سخون. ما عندهمش الغاز لما حاله وقتها بترول اوريزمون ولا لا كبوت كما وخينا في الخليج. اما عندهم الماء سخون وعندهم بني بليتاج وعندهم معناها حاجات يمشيو للستاد البوربور. واللي ما يعرفش اليوم تاريخ صوفيان فرحات، ما عليه كان يمشي لقرطاج، ما عليه كان يحل كتبه التاريخ ويقرا. اسالي قرطاج عنا يوم كنا امما نبني الحضاره. اليوم بكل صراحه انا نراه الطبقه السياسيه ضعيفه، وليزانتيري نتاع لي بوتيك اقوى من ليزانتيري نتاع البلاد. كسيلونا حول الحزيبات، قليلون حول الوطن الكبير، الوطن العظيم، هذا الواد المقدس تونس. هذا هو. انت كنت تحكي بليك على السياسه الخارجيه، واخبرنا الثاني حيتاكد يعني يتعلق بالسياسه الخارجيه. البارح اكدت وزاره الشؤون الخارجيه المصريه بحسب بلاغ بانه القاهره قررت اعاده سفيرها الى تونس على ان يظل الوضع مستقرا بما يخدم مصلحه البلدين وشعبيهما. يستانف السفير المصري بتونس مهامه بعد ما تم استدعائه نهار 28 سبتمبر الماضي للتشاور اثر تصريحات رئيسنا المؤقت المفدى مصر المرزوقي، واللي اعتبرها الجانب المصري تدخلا في شؤونهم الداخليه. مالها خاطر تتذكر الموقف اللي عملوا في نيويورك وذكر الموقف حتى الاخراني سفيان، حتى في باريس. معناها كيف يعني نفس خلينا نقولوا نفس الكلام، وذكروا كلام كيف زعيم حركه النهضه راشد الغنوشي اللي اثار استياء. اليوم مصر بلاد كيف احنا نعرفوا التوانسه هم اللي بناوا القاهره. احنا نقولوا ديما عبيد الله المهدي مشى للقاهره وبنى القاهره المعزيه. القاهره المعزيه قلت عبيد الله المهدي جوستو موضوعك معز الدين الدين الفلاحي، وعندهم باب زويله كما زويله في هنا صحيح بناوا القاهره. الاشكاليه هو الموقف هذاك كان كما نقولوا بالفرنساوي ان كو دي بي دون لو، اما كي نقول اي بي ياسر معناها ضربة سيف في المية. هذه ضربة قصبة خايخة في قلتة كاثرة. يعني بكل صراحة ثم علاقات استراتيجية بينه وبين مصر مبنية عبر التاريخ، يجب تكون فوق الاعتبارات السياسوية. اليوم أنت تحب تبرز لدى الغرب كمدافع ولا غيره، هو الغرب ساعة قابل السيسي وقابل الوضع في غاديكا، والسيسي دخل في لي زراع، واليوم السيسي قال لهم يا سيدي تحبوا تاخذوا طرطوس اليوم تفكوها للروس، أنا باش نجيبها لكم أنا في دمياط، ولا نجيبها لكم في السويس، ولا نجيبها لكم في الإسكندرية ولا غيره، القواعد الروسية. واللي على فكرة اللي قاعد اللي صار مع عبد الناصر قاعد يتعاود مع السيسي، وانا عبد الناصر كان انسان ليبرالي في الاول وما كانش معناها موالي للمعسكر السوفيتي، ثم جراء الامريكان والعدوان الثلاثي نتاع اسرائيل 56 وفرنسا وانجلترا ضده، والموقف نتاع الامريكان في حكايه السد العالي خليه قرب من روس من خروشتشيف انذاك، ولاو مع المعسكر الاشتراكي، ودخل معناها في مؤتمر باندونغ قبله هو مدينه قصيره، لكن من بعد ولا من زعماء ما يسمى العالم الثالث مع جوزيف بروستيتو مع بورقيبه
مع احمد سكان مع شخصيات كبيره فهمتني، خاطر لا يمثل معناها الناس كيفاش كانت قبل كيف ولا التو يا حسره، كي كان الهوالي بومدين معناها، وكي كان عبد الكريم قاسم، وكي كانوا معناها شخصيات كبيره في العالم العربي، واليوم هاك تشوف الاشباح اللي موجوده. دونك اليوم في مصر هذا الموقف، ودخل في لي ذراع مع اوباما، والسيسي بين وانه اقوى من اوباما، لانه الجيش المصري ما يعرفش تاريخه، تاريخ مصر مبني بالجيش، وتاريخ مصر مبني على الرئيس كذلك منذ العصر الفرعوني القديم. وهي اقدم بلاد سيفيليزي في التاريخ. انا امريكا تتلم امريكا واوروبا كلها ما تجيش في البعض ديناسيم لديناسيم تاع ممتاز، ثلث يعني ثلث الاثار تاع العالم موجوده في مصر. في مصر يعني بلاد عظيمه، وبلاد معناها تمشي تحوس في القاهره تمشي لها في الليل. انا باريس وانا لندن بلاد اخرى، بلاد سان جران بي 20 مليون يعيشوا في القاهره، ومولهم منظمه ومليك، عندهم جيش، جيش كان عنده ديما مشروع جيو استراتيجي في المنطقه من قديم الزمان، وعنده لاندستريز ديك وخاصه بيان سور مصر. تعرف اللي انت ايترا مثال اغلى من ايترا اكسونس في مصر، في مصر عندهم يعني صناعه، بلد مصنع وبلد كبير. ومنذ محمد علي باشا وابنه معناها شو اسمه ابراهيم باشا، ثم الخديوي اسماعيل، الخديوي اسماعيل ثم دي. كذلك حتى من بعد حتى مع سنان باشا، مع النخراشي باشا، مع 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 سعد زغلول باشا، وخاصه مع ضباط الاحرار، مع جمال عبد الناصر والحمروش والسادات، كان ديما حاكم مصر الرئيس له بعد جيو استراتيجي على مستوى المنطقة. وبالتالي احنا عندنا علاقات استراتيجية كما قلت ترجع للفتح الفتوحات الإسلامية، وحتى قبل علاقات بين قرطاج وجنة، ماك تعرف الحدود كيف تحدث بينا وبين مصر، قدروا جماعة هما يتجاراو من عندهم واحنا يتجاراو، واللي وصل قبل معناها ايكوي ديستونس هو اللي خذا، والتوانسة وقتها ربحوا قبل الاخرين، وخذينا معناها في جهة ليبيا حد الحدود بين لومبير دو كارتاج ومعناها الوقت اللي كانوا فرعنا انذاك. فما حكايه هي جميله ان توكا كامل صحيحه، راهي اغريبلمون انفونتي حلوه فهمتني. ثم فيما بعد بيان سور لما يخرج جوهر الصقلبي او الصقلي من تونس في جيش فيه 100,000 جندي ويمشي الى القاهره المعزيه الى الفسطاط ويبني القاهره المعزيه، فكان كذلك من بعد جيو استراتيجي، لانه شكون يخرج من المهديه باش يمشي للقاهره؟ هو يعني تعرف انت راهو اللي بنوها القاهره القديمه معناه عندهم سقيفه كحله كيف فتحنا عندنا في المهديه، عندهم صحيح معناها شيره باب مثلا شيره الغوريه وشيره باب الشعيريه براتيكمون سقيفه كحله معناها ما اكبر جوستومون. مشيت لها انا وشفتها وعندهم كما قلت لك باب زويله اللي هو زويله نتاعنا اللي تسمى منها كلمه الزوالي في تونس، وكذلك عندها علاقات استراتيجيه، وكذلك تبنات بين بورقيبه وعبد الناصر رغم الصراع اللي قام بيناتهم. عبد الناصر جاء وحضر مؤتمر معناها قمه عربيه ومؤتمر بتاع تحليل بن زلت مع رئيس بورقيبه. اليوم بكل صراحه انا نرى وانه مش معقول وانه ندخل في صراع مع مصر. يا اخي اهل مكه اذرى بشعبها وكل شعب يعرف ايش يعمل، احنا مش من دولنا باش نقولوا هذا ما عندوش حق وذاك ما عندوش حق. يا اخي انت يا طبيب العينين دواء عينك العورة، وانت معناها ركز امورك في الداخل وتلهب امورك، وثم علاقات استراتيجيه بينه وبين مصر ابنيها. تقول لي تحب انت تتضامن مع الرابع، عندك حق، عندك حق لو باش تتضامن مع جماعه الرابعه وتتضامن مع فريق غيره، لكن كي تبدا في الشارع ولا مواطن عادي حاجه، ولا تكتب تبدا كاتب عمود حاجه، كي تبدا رئيس جمهوريه وقتها انت لابس لباس الدوله، وبالتالي ان شاء الله يرجع الدلو الى معدنه، ان شاء الله يلبس لباس الدوله كما تقول فرحان ان شاء الله. على كل حال البارح وزير لدى رئيس الحكومه نور الدين البحيري قال بانه تم المصادقه على مشروع قانون الماليه التكميلي لسنه 2013 ومشروع قانون ميزانيه 2014 في صيغته نهائيه، وتقر احالتهما على المجلس الوطني التاسيسي. ان شاء الله تو نشوفوا ايش باش يصير، لانه القانون المالي هذا الناس الكل باعتراف النقابات وباعتراف رجال الاعمال وباعتراف المواطنين باش يكون قانون حارق للمواطنين، وباش يكون معناها باش نطبقوا سياسه الارض المحروقه مع الشعب التونسي، والكل ايتاوات، هذه كلمه جديده مثلا منين جابوها، كل مره يتغرموا بكلمه هكا يجدوا ديكسيوناري، ايتاوا ايتاوا فهمني، ضرائب سميها ضرائب كما عملوا المجبك العام اللي عملوا، يحبوا يعملوا خلافه تو انت ما فهمتش الايتاوا منين جاي من كلمه الخلاف، باهي جاي الخلافه وش مدخلوا سي الياس الفخفاخ يعمل فينا، ما هو تكتل هو ولا في بالنا هو تكتل، هو في بالك التكتل تو باش يطردوه في باب سويقه في بالك وباش يشد الاتحاد، ما خلصوش الكلام تاعهم فهمتني؟ الاتحاد الوطني اي حزب نتاعتي انت هاك ما خلصتش الواحد انت سي. ما في جول دو برو هو سي الياس الفخفاخ خلصنا دائره جديد، يعني بكل صراحه انا مش فاهم ويتبجح عاملين قانون باش يذبحوا به الشعب التونسي. يا اخي تو الوزراء نتاعنا يهبطوا الاسواق، الوزراء نتاعنا تجيهم فاتورات ولا يمكن عندهم خدم يمشيو يخلصوا لهم فاتوراتهم ولا ياخذوا في كل شيء بلاش. راح بتشوف الوضع الاقتصادي والاجتماعي. البارح واحد مواطن في بول الصدريه عرضني في الليل قال لي بالله العظيم عايش على المكرونه البطاطا والفلفل والبصل، قال لي ولاو لي سيتان لوكس المكرونه جايه يعني هالكامل الناس تاكل فيها والكسكسي وحبوا يغلوا في هذا
حكي تتباتم تو ب 2000 فرنك تقريبا يحب الدعم والسكر والتاي بعد يقول لك لا كيفاش فهمني والنقل وباش يزيدوا في المازوت وتحكي انا نرى انه مشروع القانون هذا باش يكون فيغيتابل كاتاستروف ونتائجه ستكون وخيمه. واذا كان بعض الناس حسابات خاصه وشخصيه ثم ناس عندها حسابات خاصه وشخصيه مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي حساباته الشخصيه والخاصه يخليها في داره يمشي يعمل كارير نتاعو بعد ما يخلص من الوزاره هو ولا غيره يدبر راسه ما يلعبش مصالح البلاد ومصالح الشعب والشعب. وبورقيبه عام 84 الله يرحمه وينعمه اللي كان زعيم كبير اش قال لك العام وقت ينظر تونس عام 84 عمل خطاب وجع قال نرجعوا كما كنا قبل عملوا انترفيو قالوا له علاش قال لهم سو سون مي فيس جو لي كوني التوانسه شعب صعب الميراث ولحمه مر ورد بالك وقفته خايبه انا انجعت ومزق لحم اكلي هذا ايش قال محمود دلويش هذيك يحكي على الشعب التونسي هو مش يحكي كذلك على الشعب الجبانين هو شعب فلسطيني ونعتبر ان مشروع القانون هذا باش يكون غلطه كبيره جدا والا ان كوادو امبوزوني عاطينه رئيس الحكومه جديد باش من بعد يقولوا الله يرحمها حكومه الترويكا كانت خير من هك كين وعلى قلت المثل الله يرحمك يا راجل امي الاول هك كاب اف ام الكلمة ليك